المفاجأة اللي أعلنها وللأسف الدكتور محمد أنه الكابتن ما زال يعاني من فيروس كورونا، على عكس من الأخبار اللي خرجت أنه هو تشافى، ولكن هذا الموضوع أثبت الدكتور محمد إبراهيم، وللأسف هناك مضاعفات كبيرة في القلب وفي الرئة، وصل الحال إلى أنه نسبة الأكسجين قبل قليل لم تتجاوز 30%. نشاهد التقرير وراجعين. بتوجيه خاص من معالي دولة الرئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، ومتابعة خاصة من السيد وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور حسن التميمي، تم تشكيل فريق طبي متخصص عالي المستوى لمتابعة حالة الكابتن ناظم شاكر وبعد الراقد في أحد المستشفيات بمحافظة أربل. بعد وصولنا للمحافظة وتم تشكيل فريق عمل ما بين الفريق المعالج الذي كان ذو كفاءة عالية بتقديم العلاج والفريق القادم من بغداد، وبعد إجراء الاجتماع والملاحظة كافة الإجراءات الطبية المدونة لدى المريض، تبين أن جميع الإجراءات كانت صحيحة وذات مستوى عالي من التطبيق. دكتور، إن شاء الله الصحة والعافية. دكتور، تم تشخيص عن الحالة ولو مبدئيا؟ يعني هسه نعرف أن فيروس كورونا انتهى من جسم؟ لم ينتهي فيروس كورونا، كورونا موجود ويا اكو جلطة قلبية غير مستقرة موجودة في الجسم، إضافة إلى جلطات رئوية متعددة موجودة في الرئتين. ثلاث حالات صعبة جدا، لكن نسأل الله الستر والعافية وتحقيق الأماني في إكمال العلاج بصورة صحيحة. دكتور، بس موضوع الأوبر اللي قلت راح تبعثوه من وزارة الصحة إلى المستشفى عن حالة هذه الأوبر بكل مكان، بس نجيب احنا من وزارة الصحة بدعم من معالي الاتصال بمعالي السيد وزير الصحة، أمر بتوفيرها مباشرة إن شاء الله تصل غدا.